الصحة تعلن تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة. الرئيس التونسي يقول إن هناك أطرافاً تسعى لتحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل. الصحة العالمية تؤكد أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا باتت مهيمنة في جميع أنحاء العالم. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد إلى خروج 899 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 204,000 حالة. أكدت جورج جانيون المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا أن البعثة الأممية تحتاج تعاونا دوليا لمنع المرتزقة من العودة إلى ليبيا. وخلال اجتماع لمجلس الأمن بدعوة من المجموعة الإفريقية لمناقشة تحديات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وتأثير ذلك على استقرار دول الساحل الإفريقي، قالت جانيون أن البعثة الأممية جاهزة للعمل بشكل وثيق لدعم عملية ترحيل المرتزقة. أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه للحوار مع من وصفهم بسارقي مقدرات الشعب، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي لتحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل. وقال سعيد خلال لقائه مع الجالية التونسية بإيطاليا إن هناك أطرافا يهمها فقط السلطة والأموال والافتراءات، مشددا على أنه لن يقبل بأن يعقد صفقات تحت جنح الظلام بحسب تعبيره. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا قد عينت الأمين العام أنطونيو غوتيريش لفترة ثانية مدته 5 سنوات. وفي كلمة له بعد إعلان تعيينه، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي إنه سيركز في ولايته الثانية على مواجهة الأوبئة والفقر وتبعات وباء كورونا. أعلنت اللجنة الانتخابية الإيرانية العليا عن إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية. وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن إغلاق مراكز الاقتراع جاء بعد تمديد فترة التصويت 3 مرات بسبب كثافة المشاركة في الانتخابات. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نحو 65% من كبار السن في أمريكا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وكشف عن تطعيم 300 مليون أمريكي في 150 يوما. من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تجعل الوضع الوبائي أكثر خطورة، مشيرا إلى أن العلماء أكدوا أن هذه السلالة تهدد الجميع خاصة الشباب. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند باتت مهيمنة في جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى أن المتحور الهندي أصبح سائدا بسبب سهولة انتقاله الكبيرة من شخص لآخر. من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير بالصحة العالمية أن وضع حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا يثير القلق الشديد. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. شكرا لكم على حسن المتابعة.